من باعثي المشاريع قاعدة تعمل في دراسة المشروع متاعها، وهي تراكم التجربة فيها الحلو وفيها المر. تحكي لنا عليها وليكم انتوما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بك يا أشراق. عسلامة أشواق مدى. أهلا بك يا أشواق. وانت بقى اسم أشراق مرتبط بيك انت، ما نعرفش علاش وقت اللي سمعت التجربة متاعك وقعدت نسمع فيك وكيفاش متحمسة للمشروع متاعك، حسيت انه فما حاجة مشرقة فيك. عفوا نساء يا أشواق. أشواق، مش أول مرة أنت تحكي لوسيلة إعلام، حتى اللي يدخل زادة على صفحات التواصل الاجتماعي، يدخل زادة للقناة اليوتيوب لقرى الأطفال SOS، يرى أنه أشواق تتحدث عن تجربتها وتتحدث على قرى الأطفال بحماسة كبيرة برشا. قديش عمرك الساعة يا أشواق؟ هيت نبدأ نعرفه أنت فانا فئة عمرية بالضبط. أنا أشواق، عمري 25 عام. تخرجت 2021 انسانيون دوديكاسيون فيزيك، وتوا قاعدة نعمل في دراسة مشروع. إن شاء الله باش نحل مشروعي الخاص. إن شاء الله باش تحل مشروعك الخاص. قديش مازال لك وقت؟ مش برشا الحقيقة، خاطرنا في آخر مرحلة تو. نرجع بيك بشوي بشوية، مالا بتولي ميسالش؟ هاي ميسال تقبل؟ هاي بيان سور. ما عندكش مشكل تحكي لوسائل الإعلام؟ ما عندك حتى إشكال أنك تعرف نفسك كطفلة من أطفال SOS؟ لا، جسي فيها غانا ديك في SOS، ما عندي حتى مشكل، أنا فخورة على الأخر، معناها عادي بالفعل. وهذا اللي حسيته بهي. وقتاش بدأت تجربتك في قرية الأطفال؟ أنت من قرية أطفال SOS المحرس؟ المحرس هاي. وقتاش بدأت؟ دخلت عام 2000، وقت عمري عام ونص هكاك. وبدأت حياتي، بديت مع أخوات ومع ماما، وكبرت غادي والحمد لله، معناها ودخلت نقرأ وتعلمت أول حرف وأول كلمة، وخذيت الحب والحنان، وما شاء الله الحق بتاع ربي، أنا توا حس في روحي عندي حنين كبير البلاصة هذه. باهي، تو نفهم بشوي بشوي على شنو تحكي أنت. من بعد قلت عندي حنين كبير للبلاصة هذه، لأنه فما مرحلة من مراحل الحياة تخرجوا انتوما من القرية، هكا ولا ايه؟ ايه بيه. اذا من اللي عمرك عام ونص تقريبا قلت لي انت موجودة في القرية؟ في القرية من عام 2000 موجودة، عمري عام ونص. وانت عمرك عام ونص؟ لا، 24 سنة تو. 24 سنة عشت بين اخواتك، بين الام SOS هكا ايه. وقديش عندك من خو واخت؟ ما شاء الله، انا ماما ربيت برشا صغار، انا الاولى، انا اول واحده بدات بيا، معناتها انا خويا تواما توا ما شاء الله مربيه 16 ولا 17 صغير، بالنسبه لي كلهم اخواتي ما دام متربين عند نفس الام. وما زلت انت قايمه بيهم زاده؟ تبعدش عليهم؟ بالصغار هذوما توا جدد نعاون في ماما عليهم ونربي فيهم معناتها مع ماما والكل. باهي، قولي أشواق، التجربة كيف هكا تخزر لنا من بعيد، كيفاش تقيمها تجربة العيشة في SOS؟ ماش نشوف، ما نجمش نشوف روحي في بلاصة أخرى مع تغيير SOS الحق. ما نعرفش ريت كي نشوف العباد وكي نشوف حتى لهنا معناتها، ولكن نبدا نحس نحس حب كبير، ولا عندي علاقة كبيرة نتاع حب كبير على الاخر في SOS. ما نجمش نهار نسلم فيها ولا نهار معناتها نعيش من غير SOS، ولا حتى كان باش نخرج معناتها باش نقعد ديما نرجع وباش نقعد ديما نخمم وديما تقعد لي هيك البلاصه المثاليه بالنسبه لي. هي عائلتك، خويتك، عائلتي، بيان سور، عائلتي الاولى عائلتي الاخرى، ما عنديش عائله بعدها. به، واذا كان تقدم لك شخص باش تقبل على الزواج، الخطبة والزيجة كل شيء يصير غادي؟ بيان سور، يجي يطلق أول حاجة، يجي للقرية لهنا، يتعرف على يتعرف على الإطار التربوي نتاعنا، على ماما، على خواتي، كل شيء معناتها كيما أي شاب. تقولتي باش يمشي يخطب طفلة، يجي لعائلتها، دونك كان اسمه يجي للقرية يتعرف يخطبني من القرية، معناها باهي هبقى في بالكم. عندك شكون تو ولا مازال؟
والله الحقيقة ما نعرفش ما ما تحرجنيش قولي. لا لا ما عنديش ما عنديش. باهي باهي باهي. هاتنا نرجع شوية بالتوالي كان تسمحي أشويق. قلت لي أنه في فترة من فترات حياتك كانت فما هكا تساؤلات كبيرة برشا، كانت فما حيرة كبيرة برشا، كأنك كانت الدنيا صعيبة عليك شوية في فترة المراهقة خاصة. كان حسيت باش تسكر علي الدنيا. وقتاش؟ عمري 15 هكاك، عمري 15. وشنو اللي صار؟ في الـ في الـ في البيريود هذيك يبدا نبداو كلنا الحقيقة، مش كان أنا، نبداو نسألوا ونلوجوا وباش برشا أسئلة في مخنا، وكيفاش وشنو الإجابة نتاع هذا وشنو الإجابة، وين شنو باش نولي وأنا شنو باش. شنو هي الأسئلة أشواق؟ ميساج تقول لي البعض منها؟ أي البعض من اللي مثلا النسب نتاعك، علاش موجودة في القرية، كيفاش باش نكبر بالحاجات هذه في المجتمع هذا. وقت اللي نحكي في عمري 15 نحكي للمجتمع مازال ما يعرفش اش معناها اسواس، ما يعرفش شنو هي الكونسيبت نتاعها، شنو الاستراتيجي نتاعها، مازال ما يعرفش معناتها، فهمت؟ نحكي في العمر هذاك، ما نحكيش توا، فهمت؟ دونك وقت برشا حاجات حس روحي دخلت بعدي الحقيقة برشا، وكيفاش كيفاش باش نخرج انا العباد مازال ما تعرفش معناها اسواس، كيفاش باش نثبت روحي بيناتهم. فهمت؟ يعني كيفاش انا اشواق عايشه في اسواس، معناتها حبينا ولا كرهنا، معناها في الكلام الناس معناتها في كل الوقت ذاك كان خايب برشا وموذي ويوجع، كيفاش اشواق باش تواجههم هذوما؟ وين سمعتوا الكلام؟ باش تواجههم وقت وين سمعتوا الكلام الموجع؟ اسمعوا فينا دون وطن، اسمعوا فيه تواليرا وتو تسمى مشاهير تحسنت الدنيا. قبل اللي تسمعوا في المؤسسة التربوية، معناتها في الكوليج، في المدرسة، حتى في الشارع في نقاش بسيط ولا حاجة، فهمت؟ كيما شنو؟ كيما شنو كلام موجع؟ ولا ما تحبش تتذكر؟ والله الحقيقة ما خاطر أنا توا، خاطر أنا في المرحلة هذه ما نشوفوش يوجعني الحقيقة، معناتها تجاوزتها مرحلة أنه يوجعني، دونك كي نحب كي نحكي عليه نحسه تافه معناتها الموضوع. باهي أنا معاك. هكا علاش؟ هكا دونك في الوقت هذاك أدوليسونت وماك تعرف كل شيء يتبدل و دخلت بعدي الحقيقة برش. اي وش صار؟ دخلت بعدي وقت كانت عندنا مديرة اسمها أميرة. هي وقت تخدم مديرة، فهمت؟ وهي الحقيقة معناتها اللي ياسر حنينة بطريقة مش نورمال، معناها اللي بالحق تمشي تحكي معها تحس روحك تحكي مع عبد يفهمك، عبد يسمعك، يفهمك بقلبه مش بعقله، معناها نحكيو سنتيمونتال أكثر معناها. في يوم من الايام مشيت لها معناها وهكا قعدت هي، ما هي جبدتني بالكلام معناتها، قعدت تقول لي مش هكا المشكله، ما كسؤال اللي ديما نتاع شبيك شنو مقلقك، لا حكيت لي بصوره معناتها نتاع اشواق انا وياك توا، انا ام وانت بنتها معناها، مش انا مديره وانت جون، فهمت؟ دونك هكا عملت لي شويه كارير هكا على ظهري وحننت عليا شويه، ما شاء الله خرج الكلام الكل. انت قلت لي كنت منزاويه ما تتكلمش برشا، مش سهله كلمتك، مش سهله. كنت مانيش سوسيابل جمله، حشامه على الاخر، وماذا حد يحد روحي معناها، ما نحكيش وما ما نناقشش حتى موضوع ما يعجبنيش ما نعطيش رايي فيه، معناتها كنت لا علاقه بالعالم هذا. تبدلت من وقتها؟ تبدلت اي وقت عملنا حكينا حاجات انا وياها، كحكينا وفرخت شويه، بون فرخت كاول مره نحكي معناها. فرخت النهار هذاك، ايه قالت لي بقى اجا نحطوا حاجات مع بعضنا باش نقدموا بهم. وقت عملت لي هكا خمسه اوراق، قالت لي هذوما تكتب فيهم الحاجات الباهيين، وهذوما الخمسه اوراق تكتب فيهم انت شنو تحب تولي، وهذوما خمسه اوراق تكتب فيهم الحاجات الخايبين واللي انت تحب تبدلهم وقتها. والحمد لله ما شاء الله اللي حطيت الكل. تشوفك الحاجات اللي تحب تعملهم اشواق اللي حطيته وصلت له الحمد لله، وكبرت فيه ووليت نحيت التساؤلات من مخي وخممت في انا شنو باش نولي، انا كيفاش باش نولي، انا كيفاش يلزمني نكون، كيفاش لازمني نواجه، كيفاش لازمني نقدم، شنو لازمني نخلي في المجتمع، فهمت؟ وشنو كتبت؟ شنو يقولوا على اشواق؟ شنو مثلا؟ يعني انا حطيت مثلا اني انا لازمني ننجح، لازمني نثبت روحي بقرايتي، خاطر انا ما غير قرايه، ما معناتها ما نشوفش روحي ما غير قرايه، خاطر هذيك هي السلاح نتاعي وكل. وحطيت لي انا، قالت لي وقت شنو؟ قلت له انا راني ملي انا صغيره نحن باش نولي بروف نتاع السبور معناها.
ومشيت بدينا اول بدينا بالمرحله نتاع لي سيسبورتيف ومن بعد لي سيف ومن بعد خرجنا معناها حسيت اللي بالحق اشواق اللي خممت فيه واللي حلمت بيه اشواق وصلت له فهمت كتبت الاهداف نتاعك وبديت من وقتها تحقق في الاهداف كل ما نحقق هذا الهدف نحس روحي قلبي معناتها كان مرتاح نقول اشواق في بون هاك الفالوله هذه عديت هاي اللي بعدها اللي بعدها معناتها هكا اللي تاميره خرجتني من الاسئله هذوكم وخلتني نخمم في حاجات عقلانيه اكثر فهمت يعني كانت عندك اسئله ما عندها وين باش توصل خرجت بيك الى معناها خرجت باهداف خرجت انت وياها باهداف قابله للتحقيق اي خاطر هي مثلا انا في الوقت ذاك ما نفهمش الحقيقه ما نفهمش علاش مش نقول هي ما تلهتش برشا بالمشاعر لا اما وقتها هي خمت في مصلحه شوشو في الوقت في مصلحه هي تقول لي شوشو في مصلحه اشواق في الوقت هيك شنو يلزم تخمم مش اشواق مش وخر في الوقت ذاك مش هذاك الوقت لازم تخمم فيه في الحاجه تزوما فهمت لازم توصل تقدم تشوف حاجه في ديها ومن بعد تحب هي تلوج تحب هي معناتها تمشي هكا تحب تخمم هكا من بعد المهم انا عندي حاجه في ديا عندي سلاح في ديا نجم نحارب به المجتمع هذا الكل فهمت دونك فانا كي خذيت الوقت للدبلوم تاعي وقتها وقفت معايا على الاخر معناها من هيك النهار الحقيقه لليوم حتى وهي راهي تخدم في البيرو ناسيونال تو راهي يدي اليمين انا نقول واقفه معايا بالبيت سيرتو انا نشوفها ياسر تسمع بالباهي وانا معناتها من نوعيه العباد ما نحبش شكون نحكي معاه يقعد يعطيني نصايح فهمت نحب اللي نحكي معاه يسمعني مش لازم يجاوبني يسمعني كها تأميرا نحسها من النوع هذاك نتاع اشواق هكا وهي مش شكل هكا ديما قلت لك راهو ديما هكا خاطر حنينه ياسر والكل لك نرتاح ونحكي وما نخممش حتى لشكون قاعده نحكي ولا خايفه على معناتها كلامي انا يخرج ولا فهمت ولا هي تفهو ولا حاجه ها بالعكس كان تعطيني الكلام ياسر قدر وقيمه وكان تعطيني حاجات تحكي لي في حاجات حقيقيه وكيفاش العباد تجاوزوهم فهمت باش تحط في مخي اللي راهو حتى انت تنجم تتجاوز هذا الكل بخلاف القرايه اللي انت معناها نجحت وقريت تربيه رياضيه هكا معناها وليت بدنيه وليت معناها خذيت الشهاده نتاعك وتوا تحب تخدم في القطاع الخاص تحب شنو تعمل بالضبط انا نحب نعمل انا عملت انا تقريت ما في فورماسيون مع سنتر هو في كندا فهمت يتلهوا بالصغار اللي عندهم بزوان سبيسيفيك خاطر انا خصوصيه انا عندي اخواتي في القريه عندهم دي بزوان سبيسيفيك الحقيقه جيني الالهام منهم هما اللي انا نحب نعاونهم خاطر بلي يكون حسهم اخواتي نحس روحي نحبك اللي انا استنفعت بيه بالقريه نعاود على الاقل نرجعوا معروف للصغار الاخرين باش حتى هما يقدموا باش حتى هما يوصلوا فهمت باش ما يقعدوش يخموا بالمونتاليتي نتاع انا ما عندي حد وانا درشنو لا معناها نحب نعاونهم ونقدم بيهم ونوصلهم يا اخي مشيت سجلت فيها الفورماسيون هذه باش زدت عرفت معلومات اكثر على الصغار اللي عندهم بزوان سبيسيفيك منهم اخواتي وقاعده توا نعاون فيهم الكل من بعد خممت نحل ان سونتر دو لوزير تاع ترفيه ينجموا يتفرهدوا فيه الصغار اللي عندهم بزوان سبيسيفيك والصغار العاديين خاطر احنا ديما نشوفوا اللي عندهم بزوان سبيسيفيك ما يحوسوش برشا ما يتفرهدوش برشا خاطر ما يلقاوش حاجات ادابتيه مع اللي بزوان تاعهم دونك انا خممت فيهم اكثر يعني مركز ترفيه للأطفال اللي عندهم احتياجات خصوصية وحتى الأطفال بالطبيعة باش هكاك ينجموا يندمجوا أكثر مع بعضهم هذاك هو اللي خممت فيه بالتوفيق مالا باهي برشا باهي قولي في المسار اللي عديه الطفل في قرى الأطفال SOS فما فترة معينة يخرج من القرية ويدخل فيما يسمى بنهاية التعهد أو الاندماج مع المجتمع الآخر هل كانت زادة نقطة صعبة بالنسبة لك أنت وإلا عادية؟ نحكيه معناتها على مرحلة الانسيرسيون الاندماج مرحلة الأخيرة المرحلة هذيك باش تكون أكيد صعبة على بالنسبة للأشخاص صعبة وبالنسبة للأشخاص لا كل حد كيفاش يشوفها هو وعلاقته هو وعلاقته بالقرية هو وعلاقته بالمجتمع زي. احكي لي على روحك يا أشواق نحكي انت. على روحي انت. أنا بالنسبة لي القلق الحقيقة موجود مش موجود مش ما نكذبش عليك على خاطر تحس كأني عائلتك ونحش تحسها بعيدة تحس روحك معناتها تولي
مش كيما اجود لهنا وتحكي مع امك ديما مع اخواتك ديما موجوده، مش كيما تلقى روحك شطرت المجتمع وشطر لهنا. حاسه فما فتره صعيبه، معناتها البريود الاولى صعيبه ومن بعد تتاقلم بالوقت، راه بعد الوقت تفهم الصعيب هو يعني الصعيب كاين واحد كان عايش مع عائلته خرج يعيش وحده، صحيح معناها كمسألة فترة. الاستقلالية ذيك الصعيبة، ذيك صعيبة آخر فترة أكيد، ذيك آخر مرحلة أكيد ذيك صعيبة على الأخر الناس الكل. أما أنا الحقيقة حتى كي تخرج البريود الأولى تتقلق صحيح، أما الحمد لله معناها حتى كي تتقلق وتلتجأ تقول لهم راني نحس روحي متقلقة نحب شكون معايا، مع الحقيقة متاع ربي أنا كل اللي نلتجأ له يسمعني يعطيني وزنه يحكي معايا يقويني يدعمني ما يحسسنيش اللي أنا وحدي. الحقيقة المربين كي تتقلق ولا حاجة يكلموا كي يصبروا عليك تستحق شي حاجة، أنا مش ناطم نتقابلوا معناتها مع بعضنا فهمت كلي. فما متابعة الحقيقة، مش شكل اللي ما فماش متابعة، لا فما متابعة للناس الكل وكل. أما ديما أنت كي تجي تقول لهم راني أنا نحس في نفسيتي مثلا متقلقة ولا تعبة ولا حاجة، راهم الحقيقة عندهم أهم حاجة هي نفسية الشاب ولا الطفل، فهمت؟ هذيك اللي عاولوا عليها باش ينجم يقاوم الصعوبات الأخرى. إذا كان عندك نفسيتك صفر ما تنجمش تقدم، لازمك نفسيتك مريقلة باش تنجم تقدم. وفما شكون مثلا أنا واحدة من الناس حتى كان نفسيتي خايبة نحس روحي أوبليجي لأن لازمني نعرف على قلبي ونقدم. خاطر ماهوش مرة ماهيش أنا مانيش في فترة متاع لازمني نبكي ونشد تركينة ونبكي، لا في فترة متاع لازمني نبرهن أنا شنو باش نولي، إلا معناتها تو لازم نثبت روحي فهمت. دونك الحمد لله الحقيقة الحاجة الباهية في القرية أنه المتابعة النفسية ديما مستمرة، حتى لو كان مع عباد كانوا يخدموا في القرية وخرجوا أنت ترتاح لهم يبقى الكونتاكت وتبقاو صحاب وكل شيء. كيما أنا مثلا علاقتي بالتأميرة حتى كي خرجت هي من القرية وعندها برشا معناها قعدت علاقتي بها، كي نتقلق نمشي لها، كي نطيح في بروبليم ولا حاجة نمشي نحكي معها وتنصحني، حتى كي نطلع لتونس بيرو ناسيونال نمشي لها نقول لها راني نحب نحكي معاك وما شاء الله تعطيني وضنية وتحكي معايا وتواسيني معناها وتقويني وتدعمني معناها في كل خطوة الحقيقة نلقاها معايا الحمد لله يا ربي. يا أشواق باهي هذه الصعوبات فيما يهم الخروج إلى المجتمع وإنك تعول على نفسك والاستقلالية، أكيد استقلالية اقتصادية وغيره، لكن هل إنه المجتمع متصالح مع أطفال قراء سويس؟ نحكيه على توا انه المجتمع ما شاء الله تفكيره تبدل، مونتاليتي تبدلت، ما فما عقليات مازالت، ما نحكيوش على برسنتاج صغير مقابله بالعباد الاخرين اللي متقبله، بالعكس قاعدين العباد تفهم في القريه وقاعده تفهم في السيستم نتاعها وقاعده تشجع وقاعده تزورنا، واحنا القريه عاملين معناتها ديما يعمل ديزيفينمون باش يعرفوا اكثر، وموجود لي كلوب نتاع الامباسادور باش يعرفوا اكثر بالجمعيه باش العقليه تتبدل. الحقيقه توا نتصور اللي يخرج في المجتمع في العمر هذا مش يلقاو صعوبه كبيره، خاطر العقليه تبدلت برشا وفهموا العباد شنيا اس او اس وكهو. ولا نقول لك حاجه، اسويس ولا مش اسويس، راه الشخص بيده هو اللي يثبت روحه. هيك هي معناتها بالنسبه لي انا ما نشوفش علاقه صحيح مع عباد مازالت مربوطه غادي، اما نشوف انا انت اشواق اسويس ولا مش اسويس، انت شنو وصل المجتمع كهو بهي. وقت اللي قريت في الجامعه قريت في الجامعه الزملاء نتاعك الزميلات نتاعك كانوا يعرفوا كل شيء، كيفاش تعاملوا معاك؟ معناتها يعرفوا كل شيء، معناتها حياتي الشخصيه ولا حياتي، معناتها يعرفوا لي انا من القريه ومعناتها الكل. بالضبط والله اللي باش يكون امي معايا في فيسبوك ولا انستغرام ديجا باش يعرف، معناتها خاطر انا في البيو نتاعي كاتبه راني اسواس محرز، معناها انت كتبتهم معناتها اي واحد يكون امي معايا راه باش يعرفني من الاسواس. ديجا ما شاء الله يجيني اقبال نتاع مساجات نتاع ما شاء الله عليك قداش ناشطه ومحليك مع اخواتك ومساجات من النوع هذا ديما يجيني سورتو في ليزيفينمون كي نهبط ونحكي ولكن هبط دي ستاتيو ونكتب وكل ديما نلقى ياسر معناتها قبول نتاع عباد ودعم معناتها الحقيقه صحابي في الفاكولتي كلهم يعرفوا اللي انا من السويس يمكن في الليسي صارت شويه حياله معايا كيفاه؟ يعني كانوا البروفيت متقربين مني اكثر وكانوا متقربين مني اكثر معناتها لقيت دلوك اكثر من اللازم معناها ايه دلوني برشا الحق نتاع ربي وصل فات معناتها الحمد لله الناس الكل تعرف لان حتى بروفيتي يعرفوا ما عنديش مشكل راهو عادي يعرفوا. وأشواق أنت عندك اطلاع بتجارب أخواتك الأخرين اللي موجودين في القرية والأطفال الأخرين، مش الناس الكل كيفك؟
مش كل لا كيف. كل لا مش كل لا كل حد كيفاش. انت عندك طاقه ايجابيه 100%. نعم كي قلت لك عندك طاقه ايجابيه 100%، فما لي اقل فما لي اكثر ممكن. بيان سور بيان سور كل حد كيفاش، كل حد الكاركتر نتاعو. فما شكون مثلا هو بيدو ماهوش قابل روحه اللي هو في الاسوان، دونك بطبيعه المجتمع مش يقبلو، فهمت؟ فما شكون يحب الاسواس بصفه غريبه، وين ما يمشي اسواس اسواس، المجتمع باش يشوفوه هو قداش علاقته كبيره في القريه، باش يشوفوه تربيته، باش يشوفوه نظافته، باش يشوفوه مخه كيفاش يخمم وكلامه كيفاش يتكلم، باش يلقاوه مريقل باش يحبوه. كل حد كيفاش الحقيقه، رانا عندنا درجات، فهمت؟ انت حكيت لي على اميره هكا ولا ايه؟ اي اللي كتبت معاها 15 صفحه؟ خمسه لا كتبت معاها خمسه خمسه اي 15 ولا ايه؟ هيا 15 ورقة 15 ورقة. معش كان مازلت تفكرهم ولا لا؟ ما تخيلت تفكرهم. ها باش نسألها أنا على كل أشواق، أنا تشرفت بمعرفتك برشا. عايشك. وكان عندك هبطة لتونس طلع علينا في الإذاعة. إن شاء الله. إن شاء الله. وكمل معانا سهرية هكا أميرة مناعي اللي أنت كنت حكيت عليها، هي أخصائية نفسانية ولكن كانت مديرة قرية إس أو إس في الفترة اللي أنت كنت فيها في فترة المراهقة، وهي اللي كتبت معاك الخمسة ورقات اللي خلت حياتك تتبدل تماما. أي هكا. أي بي أشويق، شكرا لك. عاش قول نحبك برشا. هكا تسمع فيك. نجم تعلن لها على الحب متاعك في المباشر.